أيام الإنسان الأمور تبدو مسدودة، يعني في رغبة أن يصلح الله لك زوجتك بالدعاء، أن يصلح الله لك أولادك بالدعاء، أن ييسر لبناتك أزواجا طاهرين بالدعاء، أن يكون رزقك وفيرا بالدعاء، أن يلهمك الصواب في الأقوال والأفعال بالدعاء، أن يلهمك الحكمة بالدعاء، أن يوفقك في عملك التجاري بالدعاء. ما من شيء يقع إلا بتوفيق الله، قال تعالى: وما توفيقي إلا بالله. والأحاديث الصحيحة قوية لدرجة مذهلة. شوف كلام مختصر: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، لا ينطق عن الهوى. هذا من أصح الأحاديث في البخاري ومسلم. في إنسان ما في إلا معقبات بالتجارة، مليون عقبة فيه، ومليون مطب، ومليون حركة تنتهي بك إلى الإفلاس. في الزراعة مليون آفة، مليون آفة تنهي المحصول كله، فقيع واحد ينهي كل الثمار. يكون عامل حساب تضمن المزرعة ب300,000، ما بتأخذ ولا ليرة منها ولا ليرة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وأحيانا يأتي الرزق وفيرا بالدعاء، بمعاملاتك عم تمشي معاملة، أيام بتفنن الموظف بإزعاجك، يضع لك عقبة ينتهي الموضوع كله. وأحيانا تيسر الأمور بالدعاء، أحيانا تنشأ مشكلة في البيت لا يحلوها إلا الدعاء. المرأة متشبسة وأنت متشبس، بالدعاء بلين قلبك، بالدعاء بلين قلب أولادك. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. ويقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء، يعني في صلاة، في وقوف، في ركوع، في سجود، أقرب حال إلى الله وأنت ساجد. ففي السجود أكثر الدعاء. أيام الإنسان يبحث عن زوجة صالحة لا يوفق، إذن الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الدعاء، بادر إلى الصلاة. الصلاة دعاء. والدليل: وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، فاذكروني أذكركم. الحديث الثاني طبعا: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء. وأيام الإنسان مع الأشخاص الأقوياء بيكون بزيارته، أو بيكون معه في نزهة، أو بيساعد هيك سرور، بيطلب منه بيساعد القرب الشديد. يعني بيكون بنزهة بالحفلة جالس جنبه بيطلب منه. فأنت أقرب حالة تكون فيها مع الله في الدعاء، في السجود. في السجود استغل السجود للدعاء. والحديث الثالث: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث الصحيح هذا رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث الصحيح، ما من أخ كريم يعرض علي مشكلة عويصة جدا ما لها حل، أقول له: والله ما لك إلا أن تصلي قبل الفجر ركعتين وأن تسأل الله هذه الحاجة في الصلاة. لأنه الحديث هذا يعني حقيقة رائع. خالق الكون يلي أمره كن فيكون، زل فيزول، إذا أعطى أدهش،
وكل خصومك بيده بيده. اسجد له ركعتين واسأله في السجود أن يحميك من شر فلان وفلان، أن يوفقك، أن يحفظك، أن يلهمك، أن يكثر رزقك. آخر حديث في رواية مسلم: إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له حتى ينفجر الصبح؟ أنا متأكد ما في واحد من الأخوة الحاضرين إلا في عنده قائمة مشكلات، قائمة مو مشكلة واحدة. هيك الحياة تأمل، الحياة أساسها المشكلات لأنها دار ابتلاء، أساسها دار ابتلاء. الحديث الشريف: أشد الناس بلاء للأنبياء وأنا أشدهم بلاء ثم الأمثل فالأمثل. فالدنيا دار ابتلاء، فأنت حينما توطن نفسك على أن الدنيا دار ابتلاء وأن كل مشكلة، شوف، أن كل شدة هدفها أن تشد إلى الله، كل شدة وراءها شدة، كل شدة وراءها شدة، وكل محنة وراءها منحة. والمؤمن بالذات كل المصائب التي تنزل على المؤمن من أجل أن تزيده قربا من الله عز وجل، كي تزيده قربا. فلذلك المؤمن راضي. سألوا عالم يجري عملية في بلد أجنبي أنه ما الحكمة من هذا المرض الذي ألم به؟ قال: من أجل أن أزداد قربا من الله عز وجل. الله عز وجل يعيننا على أنفسنا، تساق المشكلات كي نزداد قربا من الله، كي نقف على باب الله، كي نخضع لله عز وجل، كي نسأله بحرارة. أيام يكون الدعاء فاتر، تأتي المشكلة فيكون السؤال فيه حرارة. يكفينا هذان الحديثان الصحيحان: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، يعني معه بالحفظ وبالتوفيق وبالنصر وبالمعونة. والإنسان لا يبخل بالدعاء، لأنه أبخل إنسان من بخل بالدعاء. كلمة أيام بكلفك أن تدفع 100,000 أو أن تدفع 1,000,000، أما أحيانا تتكلف أن تقول كلمة. الدعاء كلمة، ما لا تكلف شيء إلا إيمانا وثقة واعتمادا على الله عز وجل. إلا أنه الشيء المألوف أنه الإنسان إذا كان متلبس بالمعاصي يستحي أن يدعو الله، في خجل. أما إذا كان مستقيم على أمر الله، يعني إله على الله دالة إن صح التعبير، يعني مستقيم: يا رب، يعني قال له: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال له: ألا يعذبهم. الله عز وجل أنشأ لك حقا عليه، لك حق عليه، طالبه بهذا الحق. يا رب أنقذني، يا رب استرني، يا رب احفظني، يا رب سدد خطاي، يا رب ألهمني الصواب، يا رب ألهمني الحكمة، يا رب أعطني ولا تحرمني، أكرمني ولا تهني. هو أيام بيكون الدعاء مع ترداد الأجواء فقد معناه. لذلك أحيانا الدعاء الفردي أقوى. كنا في الحج إن شاء الله، الحج الماضي، ففي إخوانة شيء 100 شخص، دعينا عقد الجمرة الأولى دعاء لطيف. بالجمرة الثانية قلت كل واحد يدعي لحاله، في أنت إلى قائمة مطالب مع الله. الدعاء العام، الدعاء الجهري له فائدة، والدعاء الخاص له فائدة. كان فتلة مسجد وعقد الصلاة
ما صار دعاء جماعي، صار دعاء فردي. ما في مانع الدعاء الفردي له طعم آخر. لا مثلا خمس أشخاص بجامعة عادي، واحد طالب جامعة، واحد تاجر، واحد موظف، واحد له عمل حر. الطالب أكبر هم عنده الامتحان، والتاجر في عنده صفقة ما عم تنباع، والموظف في مشكلة بدائرته كبيرة كثير، يعني هو مو قدران يحلها، في مشكلة مع رئيسه. وهذا الآخراني في عنده مشكلة صحية، إذا حبوا يدعو الله عز وجل. الطالب يطلب من الله التوفيق في الامتحان، والتاجر جبر هذه البضاعة، والموظف حل هذه المشكلة، والآخراني حل يعني شفاءه من هذه المشكلة الصحية. مو معقول الخمسة يكون في دعاء يناسبهم كله، كل واحد له عند الله مشكلة. فالدعاء الخاص مفيد جدا بينك وبين الله. ومع الصمت مع الدعاء السري إذ نادى ربه نداء خفيا، بيكون في إخلاص أشد، بيكون في توجه إلى الله أشد، بيكون في قرب إلى الله أشد. فإذا كنت في جامع وبعد الجامع صار ورد جماعي ما في مانع، وأيام بتفوت لجامع ما في ورد جماعي، كل واحد لحاله. أنا مرة كنت بجدة عم صلي الفجر بمسجد، يعني سلم الإمام ما في ولا كلمة، حوالي شي عشر دقائق ربع ساعة كل واحد من المصلى عم يدعي الله عز وجل. هذه أيضا طريقة رائعة جدا، وهي من السنة أن تدعو الله فيما بينك وبينه، لك أنت قائمة مصاليف. إذا أنت بالدعاء أقوى إنسان، أنت بالدعاء أقوى من كل قوي، أنت بالدعاء أغنى من كل غني، أنت بالدعاء أعلم من كل عالم. السبب الله بيجبرك الصواب، لأنه يجوز واحد يكون معه محصل شهادات عليا وفي عنده بموقف معين أخرق أخطأ، أما المؤمن مسدد له من الله حافظ. فبدك سداد بالقول، قرار حكيم، عمل طيب، سمعة طيبة، عليك بالدعاء. أنت بالدعاء تكون أقوى الناس. آخر شيء، الدعاء الحقيقي كما أراده الله عز وجل، يعني أنك مؤمن بوجود الله، ومؤمن أن الله يسمعك، ومؤمن أن الله قادر على أن يجيبك، ومؤمن أن الله يحبك. أبدا أنت لا تدعو من لا تؤمن بوجوده. ما في إنسان يفوت لغرفة يحاكي شخص وهمي، يكون مجنون. أما إذا عم تحاكي شخص أمامك ما تعاقل أنت. فالدعاء يعني أنك مؤمن بوجود الله. ما في إنسان يحاكي شخص ساكن بحلب، يكون مجنون كمان. الشخص موجود بس بحلب، أما بحاكيه على الهاتف، معناها لا تدعو الله إلا إذا آمنت أنه يسمعك. ما في إنسان بخاطب طفل يا غلام يا صغير حل لي هذه القضية، هذا جاهل ضعيف، مشكلتك كبيرة كثير. الإنسان يطلب من قوي. ما في إنسان يطلب من جهة موجودة تسمعه قوية ولكنها عدوة له، مستحيل كمان. إذا ما معنى الدعاء؟ يعني أنت آمنت بوجود الله وبأنه يسمع وبأنه قدير وبأنه يحبك. لذلك يقول الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، يعني لو أنكم لا تدعون الله لا يعبأ الله بكم إطلاقا. دعاؤكم يعني أنكم آمنتم بالله وآمنتم بوجوده وكماله ووحدانيته. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، طبعا من معاني هذه الآية دعاؤكم أنكم تدعونه، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا،
أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.